ينضم معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة السيد محمد فرحان أمين عام اتحاد كرة القدم. سيد محمد، أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير على الجميع، وتحية إليك ولكل مشاهدي برنامجكم، وإن شاء الله نكون عند حاضرين لكل التساؤلات. أهلا بك. أولا ألف مبروك لكم ولجهودكم اللي مثل خلينا نقول وأخيرا تكللت بالنجاح وفزنا بحق استضافة خليجي 25، وإن شاء الله يعني نبيض وجه مثل ما نقول. سؤالي الأول أنه عن اجتماع الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني رئيس اتحاد الخليج العربي والقطري بالوفد العراقي برئاسة السيد عدنان درجال، ماذا دار بهذا الاجتماع؟ الاجتماع يعني كان جدا ايجابي، وهو يعني بصراحه لتقديم التهاني والتبريكات على التصويت على حصول البصره على استضافه خليجي 25، وكذلك لاطر التعاون ما بين الاتحادين، اتحاد العراق والاتحاد القطري، اضافه لانه تبني الاتحاد كاس الخليج وكذلك الاخ الشيخ حمد على ان يطرح هذا اليوم مع رئيس الاتحاد الدولي مبادرة من الإخوان الخليجيين لرفع الحظر على ملاعب كرة القدم العراقية في جميع أنحاء العراق وخاصة بغداد. ويعني كان لقاء مثمر جدا، ويعني ضم اللقاء مثل ما تعرفون السيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، والأستاذ عياد النيان رئيس الهيئة التطبيعية، والسيد محافظ البصرة. نعم. طيب، الجميع متخوف من اختيار الكويت كبديل للعراق في حال حدوث أي طارئ، ما هي التطمينات اللي وجهت للعراق بهذا الشأن؟ طبعا أنا أشكرك على هذا السؤال، لأن هذا يعني هذا الطرح يعني مثير، وهناك لغط كبير يعني بهذا الجانب. أحب أطمئن كل الشعب العراقي يعني وكل المحبين وكل اللي فرحوا على هذا الخبر باستضافة خليج البصرة لخليجي 25، أنه حسب اللائحة والنظام الداخلي لاتحاد كأس الخليج، وهو يعني فشي روتيني، يعني أنه يجب أن يكون في كل اختيار لأي بلد يكون هناك اختيار لبلد بديل، اختيار سيكون بديل إذا لا سمح الله في حال تعثر البلد المستضيف. يعني هو مو يتوقعون انه العراق ما يقدر يكمل كل الاجراءات والبصره تكون غير جاهزه، لا، وانما هو هذا الموضوع هو فقط لانه من ضمن بنود ولوائح الاتحاد كاس الخليج. احنا اليوم اخواننا في الكويت داعمين دعم مطلق استضافه خليجي 25، وطرحوا موضوع انه فاتحين المطارات وفاتحين الفنادق وفاتحين الحدود للجماهير الخليجيه. نعم. ان شاء الله في عند انطلاق بطوله خليجي 25، هم اول بلد يعني من الدول الخليج اللي ذهبنا لها فيه وفدنا. نعم. طيب، بالنسبه لتوقيت البطوله متى سيكون تحديدا، يعني خاصه انه هناك بطوله كاس العرب وايضا بطوله اتحاد غرب اسيا؟ هذا أنيط الموضوع إلى لجنة المسابقات بالتنسيق مع دول كأس الخليج، ولأن مثل ما تعرفين يعني أنه هناك بطولة كأس العرب يعني نهاية شهر 12، راح تكون يعني شهر 12، وكذلك يعني المنتخبات الوطنية اللي راح تتأهل للمرحلة الثانية، فأحيل إلى لجنة المسابقات، وراح يكون هناك تنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولاحقا سيتم تحديد الموعد ان شاء الله باذن الله تعالى لانطلاق بطوله خليجي 25. نعم. طيب، سؤالي الاخير، هل هناك دول خليجيه عرضت المساعده للعراق لوجستيا، ماليا، اداريا وتنظيميا؟ بالحقيقه كل دول الخليج بدون استثناء بما فيها دوله اليمن الاخوان، الكل ابدوا استعدادهم الكامل لدعم هذه البطوله، لانه الكل يعني قلت لي اول مره يكون هناك اجماع لاختيار دوله، التصويت بالاجماع لاختيار دوله لاحتضان الخليجي. نعم. وكل رؤساء الاتحادات يعني اعرضوا عن
استعدادهم لدعم بطولة الخليج بكل ما تحتاجه هذه البطولة لإنجاحها، لأنه تهم الجميع. نعم. ولما تحمل من أهمية هذه البطولة. نعم، شكرا لك السيد محمد فرحان أمين عام اتحاد كرة القدم، كان معي من العاصمة القطرية الدوحة.